المصريه الشناوي شنو نجم نجوم النادي الاهلي. ميلو مبروك يا شناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، الحارس رقم واحد في مصر، بطوله ولا غاليه ولا اروع، بطوله رقم 37 للنادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، عاوز بطولات دور على النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله. لعيبه النهارده كانوا رجاله، وبارك لهم بقول لهم انت الف مبروك على المباراه. المباراه كانت صعبه واحنا عارفين انها كانت صعبه، ان الجيش عنده عناصر كويسه وعملوا مباراه كويسه جدا، وهم كان في المسابقه مطلعين فرق كبيره زي بيراميدز وزي الزمالك، طبعا كان عاملين مشاكل كويسه، واحنا عارفين ان هم النهارده بالنسبه لهم حلم كبير ان هم ياخدوا بطوله زي دي زينا بالظبط. بالنسبه لهم برضو خد التيشيرت بتاعك شناوي، ينفع كده ليه تيشيرت ليه تيشيرت؟ بس الاول اولي تيشيرت عشان قال لك هتكسبوا النهارده ولا لا؟ عشان كنا بس مسافرين، لا كان بيلعب معايا لعبه كده كسب غلب شناوي. انا برضو عايز اقول لعلي لطفي، هو برضو كان هو اللي بيقول لي على ضربات الجزاء، وقعد يشاور لي من بره على طول ببص له. طبعا بشكره، طبعا بشكر اللعيبه كلها، بقول اللعيبه بتاعه الجيش هارد لك، كان عامل ماتش كبير النهارده، والحمد لله على البطوله الثالثه في الموسم ده، وان شاء الله نفكر في البطوله اللي بعديها، بس عندنا دوري الاول نركز فيه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ومبروك للجمهور الاهلي، ومبروك للجهاز، ومبروك للاداره، ومبروك للعيبه دي كانوا رجاله النهارده. مبروك يا شناوي. الف الف مبروك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، كان علي لطفي.